السلام عليكم اخوان، بخير هانيين، كلشي مزيان، كنتمنى من الله تكونوا مزيانين ان شاء الله. المهم ندخلوا ديريكت في الموضوع، ما تنساوش ديروا لايك الجرس، بارطاجيو هذا الفيديو، شي كومونتير زوين. المهم موضوع عاجل اللي جبرت بزاف الناس كيهضروا في هذا الموضوع، هذا على حساب التسويه ولا حساب طرد المهاجرين، ولكن هذا الفيديو نهضر على طرد المهاجرين، ما نهضرش على التسويه في هذا الفيديو. فيديو ان شاء الله اللي غيكون اخر غتكون شي فيديو ان شاء الله نهضروا لكم على موضوع التسويه، شنو داير على حساب تسويات الاوراق هنا في اسبانيا. مهم الاخوان، اول حاجه طرد المهاجرين كاينه، الامور مزيره شويه، ولكن دابا حاليا الحكومات الاسبانيه ما كيفكروش دابا في الطرد. دابا عندهم المشاكل، هاد الضو اللي غيتقطع وبزاف المشاكل كاينين هنا في اسبانيا اخوتي، ما عندهمش القناه ديال، ماشي ما عندهمش الوقت هاد الشيء، هذا ما كيهضروش فيه. بالعكس كاينه واحد الافكار ديال على حسب الحكومه، افكار على حسب التسويه باش يطلعوا شويه الاقتصاد ديال الدوله، حيت اسبانيا هبطت اخوتي بزاف، ماشي كتعني هبطت ما فيهاش الخدمه ولا هبطت ما بقاتش قويه بحال اللي كانت، ولكن بزاف الناس كيقول لك كاينه التسويه، بزاف الناس كيقول لك كاين الطرد. اذا حنا نمن غنتبعوا، نمن غنسمعوا، غادي نهضر لكم دابا على الطرد. خوتي كاين الطرد، ولكن الطرد على شي حد كيدير شي جريمه خايبه، ضرب وجرح، شي حد كي مهم كيسرق، شي واحد كيدير كذا كجرم الشبه باينه فيه بانه انسان ماشي مزيان. مهم ماشي اجي وشد واحد وردوا البلاد، راه سي والله تحت مع شي واحد راسيست وصافي، راه هنا يكون عندك لادريس ديالك، يكون عندك مستقر ويعرفوك بان ساكن ما عايشش في الزنقه، يعرفوك بان ما كتسرقش، وتكون عندك الهوايه ديالك، الهوايه ديالك شنو كتخدم، شي ديبلوم شي حاجه تقلب على راسك، ماشي اجي وشدوا ردوا المغرب الجزائر ولا تونس ولا اي كيما كان هذا المهاجر شدوا ردوا. راه بنادم غلط، راه ما كاينش هذا الشيء، راه اوروبا ما ديرش ما تخافش، راه ما كاينش اللي يديها فيك وما كاينش اللي يهضر معاك. باسابورتي ديالك يكون معاك، بنادم كيقول لك علاش غندي معايا باسابورتي، انا غندير لكم فيديو اخوتي ونقول لكم، ولكن عندك باسابورتي وشدوك وعطيتيه للمخزن انت وقراه ونوريك شنو هو الحاجه اللي تقدر تربحها. راه كاين بزاف د الحوايج، راه باسابورتي ولا شدوه عندك وما عندكش الوراق وقراوه وديكلاراو عيطو بالسميه ديالك والاصل ديالك، راه كينفعك، ما كيخليكش توصل للكوميساريه. هادشي كنقول بنادم اللي نقي، ما بنادم اللي كيسرق وشدو عنده هادشي، هذا راه معروفش شنو غيديروا معاه. بنادم اللي نقي وشدوه بالباسبور ديالو، راه ما عليه غير يعرفوا ما عندوش المشاكل، ولا شبرو ديجا عنده مشاكل راه يديو له الباسبور ويديوه حتى هو. بالحق انت شدوك الباسبور ديالك ما فيها كدير لا مشاكل، ما كتأدي حتى شي واحد، راه ما كاينش اللي غيديها فيك وما كاينش حتى اللي يدوي معاك، غير الانسان خصو يدير شي حاجه اللي هي عقلانيه، شي حاجه اللي هي كيفكر فيها قبل ما يديرها. المهم ما علينا، الطرد كاين ولكن ماشي الطرد اليوم، عاد بدا الطرد، بدا من نهار اللي تأسست الاتحاد الاوروبي. الطرد بنادم اللي كيدير مشاكل، بنادم اللي كيشكل تهديد على الدوله، اللي كيشكل تهديد على بزاف د الحوايج. اذا حنا خصنا دابا حاجه واحده نفكروا فيها، هي علاش الناس كدير فيديوز وكتبقى تقول كاين الطرد، هو ما كايناش شي حاجه سميتها الطرد، هو اصلا الطرد كاين من زمان. الله يرحم الوالدين، نديروا شي حاجه اللي هي منطقيه، شي حاجه اللي يبغيها الشعب، شي حاجه اللي تستفد بها ولد بلادك، ماشي انت كتخلع بنادم كتقول له راه كاين الطرد. الطرد كاين من زمان، من زمان كاينه شي حاجه سميتها الطرد، بنادم اللي كيدير الشراب، اللي كيدير مشاكل، اللي كيدير بزاف ديال الحوايج، ولكن انت واحد ماشي في طريقك وداخل سوق راسك، راه ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يديها فيك. الله يرحم الوالدين، خصنا نكونوا شويه منطقيين وما نكونوش كنضحكوا على الشعب. الله يرحم الوالدين، ماشي باغي ندخلوا الاتسانس ونديروا الاشارات باش نكذبوا على بنادم، دير شي حاجه اللي تفيد بها. راه انا واخا كنهضر دابا راه كنقول لكم شي حاجه واقعيه وعيشها انا، انا بيدي اللي كنهضر معكم، راه انا ما عنديش الوراق ان شاء الله ما بقى والو، ولكن الانسان خصو يكون منطقي اخوتي، الانسان يكون كيفكر، ما نجيش ندير فيديو ونكذب على ولد بلادي باش انا يتشافوا لي الاشارات ولا شي حاجه ولا. المهم انا كنقول لكم اللي كاين، وكنتمنى من الله هادشي اللي كنقول لكم تدخلوا لعقلكم، ما تبقاوش تسمعوا بنادم الطرف، وثقوا في هادشي اللي كنقول لكم دابا، راه غادي تفهموا في المستقبل. بزاف د بنادم اللي كنهضر دابا معاه وكنهضر في هاد الفيديو ولا شاف فيديو ديال دقيقه، راه غيفهم بان راه هاد الفيديوز اللي كتشوفوهم راه ماشي كلشي بحال، ما كايناش شي حاجه اللي صحيحه في اليوتيوب 100%. واخا كتشوف يا خويا كيهضر راه كيقول لي عنده، وانا كنقول لك ديك الشيء اللي قوسو انا اللي بلا اوراق،
انا مره ماشي جوج ماشي ثلاثه شدوني في الباسابورتي ديالي وما هضروش معايا ولكن شدوني لابس نقي وكان غير كونترول ماشي زعما واش شدوني في شي بلاصه خايبه اولا. راه ما ينفعش كنقول لك خصك دير باسبور وتتباس لي في البار، راه ما ينفعش كنقول لك خصك دير باسبور وتمشي ديسكوتيك تسكر، ما ينفعش ما ينفعش نقول لك دير باسبور ديالك وتمشي فيه كيسرقوا وتمشي تبيع لي المخدرات، ما كينفعش هادشي هذا. كنقول لك دير باسبور ديالك ولا كنتي ولد العائله وماشي شاد طريقك نيشان، كنقول لك هز باسبور ديالك ولا كنتي ولد لا فامي وكتبع عدالة مشاكل وكدير المستحيل باش ما تقربش للبلايص اللي فيهم المشاكل. ماشي كنقول لك انايا هز باسبور ديالك ومشي سراق ولا مشي، انا كنقول لك هز باسبور ديالك وخليك ودير اتونسيو وبعد راه الطريق الهيمن اللي مشى بها بالسرقه وفيها المخدرات باش تعرفوا اللي كاين، ما كاينش الطرد اخوتي، كذوب كذوب فوق الكذوب، بنادم ما خصوش يكون منافق. وانايا لو قلت درت هذا الفيديو هذا راه غير كنصحكم، ما انا ما على باليش راكم كتعرفوا حنا كنديروا فيديوز واي واحد كيدير داكشي اللي بغا، اي واحد كيدير داكشي اللي بغا واي واحد كيدير داكشي اللي في عقله. انا غير كنصحكم ك متتابعين ديالي وخا القناه مازال صغيره ان شاء الله نكبروها ونقدر نعطيكم بزاف الناس اللي كاينين هنايا واللي كاينين في المغرب. نخلي نعطيك الحاجه اللي تخليك تجنب المخزن نخليها لك. انا دابا تقريبا 3 سنين وانا هنايا ما عمري في حياتي انايا ما بصمت هنا في هاد الغربه، بعد غير من الطريق الخايبه طلعت في الطياره لهولندا السويد بلجيكا وهبط في الطياره غير باسبورتي مغربي، وهادشي كيتثبت الناس اللي كيعرفوني هادشي كيتثبت بالفيديوز ديالي، ماشي كنكذب ولا شي حاجه، راه عندي فيديوز ديالي انا خاص بريفادور ما بغيتش نطلقهم. صافي باش نقول لكم اللي كاين اخوتي بعدو غير على الطريق اللي خايبه بعدو مسرقه، وحتى بنادم اللي كيمشي مجموعه هذا مع هذا مثلا انت عندك 4-5 صحابك راه هذيك 5-4 صحابك واحد فيهم ماشي مزيان تقدر تكون ماشي غير في الطريق يوقفك المخزن، حيت انا اوروبا المخزن هذيك هي الخدمه ديالو، المخزن ما كيحديش يا اخوتي يجي دابز معاك عادي يوقفه نو الضرب والجرح راكم عارفين اللي كاين الضرب والجرح شنو كيوقع، راه المخزن كيوقف عليك ولا كنتي مدابز انت مع شي اسبانيولي راك مشيتي فيها ولا كنتي مع ولد بلادك راه كيعمر لك كيوسخ لك الدوسي ديالك مع اسبانيولي اوتوماتيك ولد عمي كيضربك بثمن خيالي وبالحبس. مهم هاد الشيء اللي كنقول دابا كنوصلوا لاي واحد عزيز عليه كما كتعرفوا كما عزيز عليه القناه ديالي، واي واحد كيشوف الفيديوز ديالي تنط الفيديوز ديالي واستنى المستقبل غادي يعطيك، المستقبل هو اللي غيثبت هاد الفيديوز اللي كندير وش هادشي اللي كنقول. انا كنقول لك راه هنا في الغربه ولا مشيتي مع شي واحد في الشارع غير جوج بكم المخزن غيوقفك. انا نعطيك نصيحه وهاد النصيحه ما يعطيها حتى شي واحد، بعد على الطريق المشابهه، بعد على بنادم اللي كيسرق، وبعد على صاحبي اللي غنمشي معاه في الطريق باش ياذيني. انا ما نمشيش نمشي بوحدي انا في الطريق، نمشي بوحدي. هاد النصيحه كنعطيها لاي واحد انسان يجي يستنى 3 سنين ديالو يكمل 3 سنين ديالو يكون خدام شي خدمه مع شي حدايده ولا يدبر شي كونطرا ويدفع ويخدم على راسو ويعيش حياتك، وانسان يستغل الفرصه راه الدنيا غاديه. اصقت انا مقابلين المشاكل مقابلين الديسكوتيكا مقابلين السكره والتنافح هنايا ونتابع لي البنات راه كلشي داكشي هذاك ولد عمي راه كيطلع في الراس باش نقولها لك، داكشي كامل كيطلع في الراس. هذه رساله لهذوك اللي كيقول لك كاينين الطرد المهاجرين من الطرف، ماشي من الطرف راه ما كاينش شي حاجه سميتها من الطرف، راه مستحيل. انا كنهبط في الطياره وكنطلع في الطياره، بزاف ديال الناس كيديروا هادشي ماشي غير انا، ولكن الناس كتلبس مزيان، الناس كتلبس نقيه. وكنتحدى اي واحد، انا كنتحدى اي واحد يجيب لي دليل بان شي حد رجع نرجعوه هنا بلاد ما دار بيدو لا برجلو، مخير هنايا مغربي او جزائري او تونسي مخير. وماشي كلشي كنقول لك 99% كاملين داروا بصمه، علاش؟ حيت مشى سكر وخرج كيدابز وشدوه او كان كيسرق او كان 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 شاء الله يرحم الوالدين. ما تجيوش ديروا شي حاجه وتقولوا حقا راه كيطردوا، ما كاينش طرد. بلجيكا اللي هي بلجيكا اللي هي هولندا والمانيا ما كيطردوكش، ما كيطردوكش، كيقدر يديروك شي مولطا، يقدر يعطيوك واحد الورقه يقولك خصك تخوي بزاف د الحوايج. باش دي انت تقول لي طرد المهاجرين وكتحط حك على الناس حشومه كاع عيب. ايوا هادشي اللي كان الخوت ديالي، ان شاء الله نحاول نحط لكم جوج فيديوز في اليوم في النهار، جوج فيديوز ان شاء الله نحاول ندير اللي في جهدي مع الخدمه راكم عارفين. غندير لكم ان شاء الله جوج فيديوز في النهار، فيديو في 3 د العشيه بقيت حاط وفيديو في 9 ولا في 10 د الليل التوقيت الاسباني راكم عارفين. وتحياتي لكم الخوت ديالي وتهلاو ليا في راسكم وان شاء الله يا ربي. انا قلت لكم نحاول نحط لكم جوج الفيديوز ونهضر لكم مزيان على هاد التسويه ونهضر لك شنو غتستافد انت ولا درتي معاك باسبور ديالك مغربي
وشدك المخزن لاسبانيا هنايا وانت لابس نقي وغادي في طريقك مزيانه وشدوك في المترو ولا في التران وعندك التيكي ديالك وعندك كل شيء. كنهضر على الناس اللي عندها كل شيء ديالها، ما كنهضرش على الناس اللي مقطعه لا تيكي لا والو طالعه حرقه الطوبيس. فالي يلا تهلاو في راسكم، السلام عليكم.